الحدود يفوز على نفط البصرة بـ2 لواحد ضمن الجولة الأولى، وكورة يتابع تصريحات فرسان العاصمة. صراحة أفرحني أكثر من النتيجة الإداء. الإداء كان على مستوى جيد، انضباط عالي، وصلنا للهدف الفريق المنافس أكثر من مرة، كان ممكن نسجل أكثر من هدفين. الإداء جيد، هو حقق النتائج الإيجابية رغم أنه صعوبة الكبيرة اللي نواجهها، اللي يجوز غائب عن أغلب الشارع الرياضي، أنه إحنا غادر فريقنا أكثر من 16 لاعب. الحمد لله والشكر، حرزنا 3 نقاط مهمة كبداية دوري، ضيعنا هواي فرص، ولكن الحمد لله وشكر المهم انه حصلنا على 3 نقاط في بداية الدوري. هارد لك نادي نفط البصرة، مبروك فريق نادي الحدود. مثل ما تعرف صارنا شهرين نعد صحيح، جينا هاي المباراة كانت صعبة على الطرفين، قدرنا نحصل 3 نقاط. مثل ما تعرف اول مباراة تكون صعبة، الحمد لله وشكر.